عقد اليوم بمبنى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لقاء موسع ضم القضاة رئيس وأعضاء اللجنة وكذا ممثلين لمنظمات المجتمع المدني. اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها اللجنة مع مختلف الأطياف والشركاء كرس لإطلاع القيادات المجتمعية في الوطن على التحضيرات التي قطعتها اللجنة في سبيل التحضير لمرحلة القيد والتسجيل الإلكتروني. وفي اللقاء أطلع رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي القيادات المجتمعية على التحضيرات التي أعدتها اللجنة فيما يتعلق بالتجربة الميدانية للقيد والتسجيل الإلكتروني والذي من المقرر تنفيذها في إحدى الدوائر الانتخابية بأمانة العاصمة في مايو القادم.